الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام، معكم اخوكم محمود ابو الدنيا من قناه محمود ابو الدنيا الالكترونيات. النهارده باذن الله موضوعنا عن تغيير اي سي صوت للسماعات الصغيره دي او المايكات والحاجات اللي احنا بنشوفها قدامكم دي. فطبعا هنا ده اي سي الكنترول بتاعي وده اي سي الصوت. طبعا انا الرقم مش فاكره بصراحه، كنت اقول لكم على الرقم بس مش متذكره. فهنغير اي سي صوت ونقوله من هنا لهنا. طبعا الدايره دي انا جربتها على الباور سبلاي، فيها مشكلة. انا وصلنا الباور سبلاي هنا كده، اي ارض عايزين اي ارض هنا نشبك في الباور سبلاي، ناخد الارض بتاع الشحن ده. بعد كده نوصل الزيت بتاع البطارية زي ما انتم شايفين حضراتكم، هي شغالة بس ما فيش فيها اي صوت خارج. على الفكرة نوريكم ازاي هنرفع الاي سي ونركبه من هنا لهنا. كان في ناس كانت بتسألنا على طريقة خلع القطعة وتركيبها تاني زي الاي سيات اللي هي الحاجات الصغيرة دي. فاحنا هنشوف مع حضراتكم ازاي هنرفع نرفعه وننزله تاني وناخده من جهاز ونحطه في جهاز. لما تشوف حضراتكم ازاي طبعا هو ليس لي دليل. لازم ان تبقى عارف الدليل بتاعه علشان تركبه صح. ده الدليل بتاعه في الجنب ده زي ما تشوفوا حضراتكم. نبدأ نخلع الاي سي التاني. طبعا الدليل انا ظبطت على نفس الدليل اللي هو بتاع الاي سي ده، كانت في نقطة هتلاقيها في كل اي سي كده، دي هتركب عليها تاخد الاتجاه بتاع الاي سي او الدليل بتاع الاي سي وتركب عليه. طبعا ما تسخنش كتير على الاساس ده عشان دي ما بتستحملش سخونه كتير. كده الاساس بتاعنا اهو، استنى اما يبرد وبعد كده نعمل تيست على السماعه معانا. هنخلعه تاني لانه اتحرك من مكانه بعد ما خلصنا.
هوصل بقى السماعة كده تاني. وزي ما انت شفت حضراتكم السماعة اشتغلت معايا والصوت خرج معايا وبعد تغيير الاي سي. وهو الفكرة مش يعني السماعة دي رخيصة وسعرها قليل، بس يعني الفكرة عندنا ان احنا نوري لحضراتكم ازاي تغير الاي سي ده وتعرف المشكلة عندك منين. وزي ما شفت حضراتكم كده انا غيرت الاي سي والسماعة اشتغلت معايا، الصورة زي ما انت شفت والصوت خرج معايا اهو. وده رقم الاي سي اللي هو مستخدم معايا زي ما انتم شايفين حضراتكم اهو. طبعا الاي سي دي بتشتغل في حاجات كتير، يعني بتشتغل في المايكات اللي هي بتاع الاطفال، بتشتغل في سماعات كبيره، وبتشتغل معاك سماعات مش كبيره قوي، يعني سماعات اللي هي صوتها بتشتغل مثلا في حاجه زي ده، مثلا زي السماعه دي مثلا ايه، مش عارف اوضحها لكم قوي. بتشتغل في حاجات كتيره، في الصبات اللي هي الشحن الصغيره كلها، فده اتقابله كتير. فهو عامه حاليا هو دلوقتي بيتباع، موجود وبيتباع، ورقم اهو زي ما انتم شايفين حضراتكم 8002 ايه اهو. هو ده الاي سي دي منتشره في اجهزه كتير، فلازم انت تبقى عارفها علشان لو جات لك حاجه زي كده تجيب الاي سي دي وتركبها لها، وسعرها مش غالي. فطبعا احنا النهارده شاركنا معاكم طريقه فك وتركيب الايسات اللي هي الصغيره دي بالهوت ايه، عشان الناس اللي يعني ما عندهاش خبره او ما عندهاش ناس مبتدئين اللي هي عايزه تعرف ازاي تخلع قطعه وتركبها. طبعا بيبقى في دليل، الدليل ده بيبقى موجود في الاي سي هنا، يعني لو تبص حضرتك هنا كده في دليل اهو. وانت بتركب الاي سي الجديد لازم تبقى عارف مكان الدليل هنا، وفي دليل بيبقى على البورد هنا، بتلاقي علامه كده، بتلاقي خط ماشي، وبعد كده بتلاقي نص دايره كده، وبعد كده بترجع تاني كده، ده بيبقى دليل الاي سي هنا موجود هنا، او بتلاقي نقطه مثلا موجوده جنب الدليل اللي هو بتاع الاي سي، يعني بتلاقي نقطه هنا والنقطه بتركبها قبل النقطه الثانيه. فطبعا لازم معظم الايسات لازم يبقى فيها دليل، يعني زي الاي سي ده، اي سي الكنترول اهو، ده اللي مسؤول عن تشغيل الفلاشه وبياخد اشاره الصوت من هنا. وبعد كده يعني اي سي الكنترول اللي بيتحكم فيه الاداره كلها، وعليه السوفت وير اللي هو بتاع السماعه. طبعا السماعه فيها بلوتوز وفيها شويه شغل كتير، فطبعا ده بيتحكم فيه شغل السماعه والتحويلات اللي هو المود، حول لك من البلوتوز للاي يو اكس وللسماعه للكارت الميموري. فدول اللي هم الاساسيين اللي موجودين في السماعه، اي سي كنترول واي سي الصوت، ما فيهاش حاجه ثانيه. وفي منظم شحن هتلاقيه موجود عندك هنا، وهنا مفيش منظم شحن، في هنا ديود راكب هنا ده للشحن، واكيد في هنا يا اما داخل الاي سي في اللي هو اي سي الشحنه. فطبعا دي يعني دي السماعات الصغيره، ربنا عرف حضراتكم على القطع اللي موجوده فيها وازاي تغيرها زي ما شفت حضراتكم، والسماعه اشتغلت معايا كده. كل الفيديو بتاعنا خلص النهارده، اشكركم لحسن استماعكم، وكان اخوكم معاكم اخوكم محمود ابو دنيا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.